بسم الله. لا وين هذا الافندي؟ قال بدها تكمل والله دراسة وتكمل جامعة. روح يفها سواها كثير، ليه بدها تكمل؟ يوسف أبو قال بتستناها 4 سنين. شو أنا عم نخطب لواحد عمره 100 سنة ما عنده شيء يحركه؟ لا بسم الله. صاحبنا هذا عبد الرحمن تزوجها بسم الله، أهلها زوجوا إياها. والله مجتهدة في الدراسة، قال بسم الله تعالي تتممين الدراسة عندي. والله تممت الدراسة. قال لي درست وتخرجت صيدلانية عندي. قال لي ما رسبت ولا في مادة. هي عند زوجها، صار عند أولاد وترعى الزوج والأولاد، ودرست وتخرجت. أم والله أجل 4 سنين، أعوذ بالله. أجل شو أجل؟ وهذه الطولة يعني إطالة المدة. الآن والله خطبوا البنت وبعد بسنة العرس وبعد بسنتين. هذا ما كان يكرهه شيخنا بياسين، كان شيخنا يكره هذا، وهذا يجلب المشاكل. ها أحلى شيء مذهب الشيخ نزار خطيب. الشيخ نزار خطيب قال لي أنا أهيئ الأمور تماما، ثم الخطبة مع العقد مع العرس كله قرابة 40 يوما. ما سمعت من هذا؟ وكف الله المؤمنين قتال. وما عنده كل ما أنه الله عز وجل أغنى، أعطاه العلم وأعطاه المال. قال لي أنا ما بحب كل التعقيدات، الصلاة والصلاة كل أبي عنده مال يا أبا عفص. أبدا. قال لي عندي أنا العرس عراس بناتي أبدا، إلا أقول لبيت حما 20 امرأة من عندكم، 20 امرأة من عندنا، وفي بيتنا نساوي للعرس وانتهى الأمر. قال لي كل بناتي زوجتهن على هذا الترتيب، لكن الأمر في يسر. وإنه الشيخ مازن ما جاء فقال لي الله يجيبه بالسلام. كذلك هذا ما صنعه أهله الشيخ مازن وأهله زوجه كمان، لسه كمان شيء طيب طيب طيب. اسمعوا واقتدوا بهؤلاء العقلاء الذين لا يبالون بالعادات أي الأعباب والكماليات التي خربت الآن أحوال الشباب وأفلستهم، صالات وأشياء وأشياء. اجتمع أبوه وصهره، صهر أبو زوجه، اجتمعا مع بعضهما. قال أخي تعال شو رأيك؟ لا أنت تساوي عرس بصالة ولا أنا بساوي عرس بصالة، لا العقد ولا أنا. ما نريد دفعه للصالات نفرش لهم البيت به، اشتري لهم غرفة نوم وبراد وغسال ما يحتاجه البيت. قال يلا بسم الله وصنعوا هذا. عقل عقل في ليلة واحدة، مليون ومليونين 3 ملايين، عدة ملايين. نتكلم عن درويش الآن، أما الأغنياء عشرات ومئات ملايين تدفع في ليلة واحدة. الله نعم. هذا ما صنعوا، كلفة الصالات فرشوا البيت لهم. عقل لا العقلاء قلة، نسأل الله السلامة. الآن تولى الأمر أهل الطيش من النسوان والرجال، وكثير منهم بالدين عم يركبوا العروس، عم يتزوج ليلة عرسي عليه ديون كلها ربما بسنين ما تنقضي. طيب هذا كيف يتمتع بزيجته؟ صمدوه على الأسكي وعم فكر بالديون، هذا له معه 200 ألف وهذا 500 ألف. طيب أي زيجة هذه؟ أي زيجة هذه؟ إن لله وإن إليه راجعون. أما يسر بسم الله. هدايا كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الرزاق قال كان سلفنا أهل فهم، أجدادنا وأباؤنا كانوا أهل فهم. تزوج هذا جاء له بهدية. شو الأفندي أبو هاشم؟ شو سيدي؟ تنك الزيت، جاب له تنك السمن. يلا بسم الله مع المكياجات عم تقدم هدية، كمان تنك الزيت. إجا شيخ مازن أفندي تعم نحكي عليك وعلى بيت حماك وعلى عيد الطارة. نعم بسم الله. هذا أهداه شو سيدي ما يحتاج البيت من المونة. كان العروس من قديم يبقى سنة ربما ما يحتاج لشراء شيء من مونة البيت. الآن وين شو سيدي؟ عم يتزوج أفندي، والله خالة العروس وجايبت له هدية بنت أختها، جايبت له دب. سمعت السمع دب. لك أنا أعجب أنه بعض إخواننا هون من طلاب العلم، لك وأبوها بيحضر درس علم عم يجيبوا دب بهدايا. نعوذ بالله. أخذ دب أنت جايب له رفقات،
قال البناء هذا. طب أين العقول هذه؟ هدية دب تمنع دخول الملائكة، قال الدب عم يسموها اللعبة، هاي لعبة هاي لك تلك اللعبة التي أباحها الفقهاء، لعب صغيرة ممتهنة ملعوشة في الأرض للبنات الصغار، أم هاي كل دب قد الدب، نعم كله على الخزانة. يا جماعة ما تدخل الملائكة، لا يجوز هذا، أعوذ بالله من هذه العقول المنتنة السخيفة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا عم نتكلم عنك وعن أهلك وقت اللي تزوجت، انه لا ابن لا صالة، اتفق ابوه مع صهري انه ما ابن صالة، وبهالكلفة مشتري بجيب فرش بيت، مهي احكي، الله يوفقنا لكل خير. نعم. قال وهذا ايضا تعليل للترغيب بخوف الفساد، الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أم والله هل البار هذا وين النابلسي الله يرضى عنه، شو زي محمد النابلسي عفظ القرآن جمع القراءات، دخل في الجامعة أبوه قال له تعالك يا ابني حتى زوجك، زوجه كان في السنة الأولى أول سنة في الجامعة، بسم الله تعال زوجه عنده بسم الله، وآوى وجاءوا الآن مولود وهو يدرس، أين المشكلة؟ حصنه صار عنده الآن، هو يدرس في الجامعة عنده زوجة عنده ولد وعم يدرس والله فتح عليه بسم الله، شيء طيب. أما لا حتى تنتهي من الدراسة وانتهي دراسات وانتهي الله أكبر، وين هذا بما قال حتى أخذ دكتورة، وإذا أصر وصار بده يغتنم تأجيلات شو سيدي لصار عمره 40 سنة، وين هذا أي زيجة لابن 40 سنة؟ إن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت قوي الأمين، قوي الأمين. لأن الناس يدو هات أخي يكون عنده أموال، ولو كان عمره 40 سنة يكون عنده أموال، لك لا، فإن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا الزوج تنتقي زوجا لابنتك وعنده قوة شباب حتى يحصن المرأة، نعم، وعنده أمانة. لأن الناس ما يبالون بهذا، هذا ولا عمره 37 سنة 40 سنة بس يكون عنده أموال، طيب إيش تصنع به المرأة هذا من 40 سنة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا ينتشر الآن، هذا ينتشر بين الناس حتى من مستقبله حتى وحتى 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 إفات الركب، لا زيجة للشباب، نعم، الله يلهمنا السداد والصواب.